اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، احمد الحنفي وايمن جبرتو. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم عن مباراه امس الاهلي وفاركو ومباراه الدوري العام بشكل عام. الحقيقه لان احنا عمالين نشوف حاجات واخطاء غريبه جدا بتحصل مع كل الانديه. تيجي على النادي الاهلي ويقول لك لا اصله معلش يعني ممكن النادي الاهلي كسبان. النقطه دي الحقيقه مضايقاني جدا جدا في هذا الامر، مش عشان انا كسبان ما تدينيش حقي، انا عايز حقي زي ما بتديني حقي. والجانب الاخر والانديه الاخرى الدنيا سداح مداح، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله في اي حاجه. خلوني ارحب بضيوفنا النهارده. احمد الحنفي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كله كويس؟ كله تمام. انتوا عامل ايه؟ كويس الحمد لله. طيب خليني برضو احمد ابدا معاك قبل ما ابدا معاك، وخلينا اقول لكم سؤال على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي. توقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ السوداني يوم السبت المقبل. مره ثانيه، توقع نتيجه مباراه الاهلي والمريخ السوداني يوم السبت المقبل. ان شاء الله هيبقى في فقره خاصه ان احنا نقدر نتكلم مع حضراتكم ونسمع كل ارائكم من خلال صفحة قناة النادي الأهلي. يا حنفي، يعني خليني أبدأ معاك بالمباريات أو بمباراة الأهلي وفاركو امبارح. شفت هذه المباراة ازاي من وجهة نظرك؟ الأهلي حقق مكاسب عديدة كابتن بالفوز أمام فاركو. الأهلي استعاد الصدارة مرة تانية أمام فاركو، مكاسب عديدة. شفنا الأهلي بأداء ممتع امبارح، عودة لـ 4-2-3-1 بشكلها الممتع اللي بيمتع جماهير النادي الأهلي بشكل كبير جدا. عودة محمد شريف للتسجيل بعد غياب 65 يوم دي إيجابية مهمة جدا. عودة أو مش عودة بقى، إثبات إن محمد مجدي أفشة لاعب من رأيي أنا ملوش بديل في مصر في مركز 10، دي بانت قيمته امبارح وبتبان قيمته في مباريات كبيرة الحقيقة. طبعا أتمنى إن حسام حسن يعتبر أو يحس إن الفرصة بتيجي في لحظة. الفرصة ممكن تجي لك في لحظة، لو ما جاتلكش النهاردة هتجي لك بكرة، بس الشيء الايجابي في الموضوع انك تكون مستني الفرصه، وانك تكون اما الفرصه تجيلك تكون مستعدلها بشكل كويس علشان تقدر تادي. انت بتلعب في النادي الاهلي، مش نادي قليل، نادي كبير، اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر. لازم تصدق نفسك ولازم تثق وتبقى واثق في امكانياتك، والجماهير بتدعمك، وان شاء الله باذن الله يكون ليك دور في الفتره الجايه باذن الله. طبعا لا، مباراه مميزه جدا للنادي الاهلي. زي يعني يمكن الفتره الموسم الحالي في تصحيح كتير لاخطاء في التعامل مع مباريات الدوري عكس الموسم الماضي. يمكن انا اخدها من تصريحات بيتسو موسيماني في اخر الموسم الماضي لما قال اوعدكم ان الامر هيبقى مختلف في الموسم المقبل، لاني ابتديت اعرف الدوري المصري بشكل افضل. النادي الاهلي بشكل عام ادى مباراه جيده. هي دي المباريات اللي لازم تحسمها من الاول، من اول دقيقه تبقى نازل ضاغط وحاطط في هدفك ان انت تستغل كل الفرص واقل الفرص عشان خاطر تسجل. شفنا امبارح لعب متنوع ولعب ممتع جدا من اللعيبه. يعني طبعا اكيد بتظهر بعض الاخطاء البسيطه، ولكن ده وارد جدا في كره القدم لازم تتعلم منها. لكن اهم حاجه ان هي فكره ان انت بتحسم الفوز بشكل مبكر عشان خاطر دايما تريح نفسك في المباريات. ويمكن في يعني استكمالا للارقام المميزه الاهلي عمل، يعني امبارح لو هنتكلم عن ارقام الاهلي بشكل عام بعد مباراه فاركو في الدوري، بنتكلم في 9 مباريات الاهلي كسب 8 تعادل في 1 مفيش هزيمه. بنتكلم في ان الاهلي مسجل 27 هدف كاقوى خط هجوم في الدوري، استقبل 8 اهداف كثاني اقوى خط دفاع في الدوري. الشباك النظيفه للنادي الاهلي من 9 مباريات بنتكلم عندنا 4 مباريات فيهم شباك نظيفه زي طبعا ما شايفين في الاحصائيه قدامنا. كمان نسبه المحاولات على المرمى الناجحه 52 محاوله من 130 محاوله على المرمى في 9 مباريات. عندنا 6 كور خبطوا في القائمين والعارضه، فيعني بنتكلم في 6 اهداف كمان زياده كان ممكن يضافوا لرصيد النادي الاهلي لولا القائمين والعارضه. عندنا 3 اهداف من ركلات جزاء واهدرنا ركله جزاء واحده، 4 ركلات جزاء بس في 9 ماتشات. في يعني الدوري في فرق ممكن توصل في 9 ماتشات ل9 و10 ضربات جزاء، فنتمنى ان احنا لو لينا ركلات جزاء ناخدها على طول. يعني عايزك تبقى تحط لي بعد كده في الحاجات اللي زي دي الطرد اللي المفروض كنا حد الحكم يطرده. انا مش عايز اقول احتواء عشان الناس زهقت من الكلمه دي طبعا، فانا مش عايز اقول الاحتواء، لكن انا اقول لك ايه. يعني النهارده احنا او امبارح شفنا في مباراه الاهلي وفاركو ان كان يجب ان يتم طرد لاعب. طيب يبقى تقول لي برضو بعد كده. حاضر.
توعدني. اوعدك. لا بجد انا جاهز الحاجات دي. الحاجات دي انا عارفك عايزك تكتب في وسط الكلام كده واحنا بنتكلم. الطرد الذي لم يتخذه او الانذار خدناه المفروض ما ناخدوش. محتاجه احصائيه لوحدها دي يا كابتن. محتاجه احصائيه لوحدها دي. جدول لوحده كامل للحاله دي. معلش يعني واحده واحده. يعني نبدا من امبارح. لويس ميكسوني مثلا الكره باينه جدا ان الراجل واخد الكره الاول وما خبطش الراجل عشان ياخد انذار. حمدي فتحي في اول لعبه بياخد كارت اصفر في حين ان زميله في فاركو هنقول زميله طبعا في فاركو طبعا عمل اكتر من خطا تقريبا خد انذار. انا عندي مشكله الحقيقه مع الحكام. مش عشان والله مش عشان حاجه لكن انا كسبان يعني النادي الاهلي كسبان امبارح انا ما بقولش مشكله ما عنديش مشكله لكن انا عندي انه يجب ان يتم تطبيق القانون على الجميع خلاص انا يعني انا ممكن امسك احمد الحنفي احطه تحت ايدي كده واقع بيه اللي هي اسمها سوفليكس دي ولا سوفليكس المصارعه دي ولا شريف عبد الصيب شريف عبد الصيب بيعملها الحاجات دي الحاجات دي معموله في فرق بتعملها مع ناس وبتعدي ما وجون وثلاث نقط والدنيا ماشيه عندك في النادي الاهلي ما هو انا لو بيتم تطبيق هذا الامر على النادي الاهلي ما خلاص المساواة في الظلم عدل هقول ايه لكن النادي الاهلي لو عدى من قدام حد واحد وقع يقول لك ده فاول على النادي الاهلي لا ولو ما اتحسبش حاجه على النادي الاهلي نفترض ان ما الكره عدت على الحكم في ماتش النادي الاهلي تخش في المؤامرات والتحكيم ويدخلونا لكن انا سيكك. والله لكن انا بتكلم على حق النادي الاهلي لا ما لا اتكلم عن شيء اخر ماليش دعوه باللي بيحصل حواليا لكن حتى المساواه في الظلم اسمها كده المساواه في الظلم عادل لما بيحصل ده في انديه اخرى بنتكلم على ان اخطاء التحكيم جزء انا كان نفسي انا اقول بالظبط ان كره القدم النادي الاهلي بتبقى مؤامره وتظبيط او اصل الاسلام ضغط على الحكام صح. انا عمال من امبارح والله يقول لك اصل الاسلام الاسلام مين اللي ضغط على جد كان حد بيخش على صفحات الفيسبوك للحكام الحق ده اصله كان عامل لايك كذا انا ما بقولش حاجه والله انا كل اللي بقوله يا جماعه العداله لو النادي الاهلي عليه ركله جزاء وهنغلب بيها احسبها على فكره الجمهور هيسقف لك جمهور النادي الاهلي كله هيسقف لك لو هذه الحقيقه بس لو بتعملها كده ومع كل الفرق مش مع النادي الاهلي بس فانا عندي مشكله وهتفضل عندي لغايه لما تتحل هو اللي بيحصل يا كابتن ايه الفكره ان هو ما بيدكش طرد بيدكش ضربه جزاء عليك عشان تبقى حاجه باينه هو بيعمل ايه بيقوم في بدايه الماتش مكتفك بثلاث اربع انذارات لاهم ثلاث لعيبه في الملعب فيخلي الدنيا متكتفه معاك عكس ما بيحصل في بيت الانديه يعني بتلاقي فاولات الاهلي بياخد يعني فعلا الفاول بتاع حمدي فتحي اللي خد عليه انذار امبارح بيعدي كتير في الانديه يعني هو حمدي فتحي ياخد الانذار ده بيعدي كتير ايوه بيعدي ومودي ما ياخدش الانذار التاني في المسكه هات لي المسكه تاني كده سمير وما ياخدش المسكه في الكوره بتاعت احمد مودي في مجدي قفشه فهي المعايير مش متزنه بالظبط الاهلي ليه معايير غير كل الفرق بالذات مع التحكيم فدي غريبه طيب انا وهات لي المسكه لو عندك المسكه بتاعت حمدي فتحي او يعني الفاول بتاع يعني دي مش فاول ومش انذار خلاص كان ناقص ياخده ويطلع بره الملعب ده كان ناقص ايه فاهم لا ومودي زعلان ماشي زعلان بتنرفز ممكن تبقى مش انذار لو كره حمدي فتحي ما اتاخدتش انذار فهنتكلم ان بس دي انذار بعيدا عن دي انذار قصدي ان الحكم في الاخر يقول لك انا المعايير بتاعي انا بسيب الدنيا شويه لكن هو ادى طيب. حمدي فتحي انذار الكره دي هنجيبها لانها مهمه جدا بس انا بس هقارن ودايما انا لما باجي اتكلم انا ما بتكلمش من منطلق ان انا بتكلم من الهوا ان انا عندي لعبه تخيليه في دماغي انا تخيلتها خالص او جمهور الاهلي تخيلها خالص حالات بتحصل قدامنا حالات بتحصل قدامنا وبتحصل ان في فرق تانية بتقوم جايه زي ما بقول لك كده بيبقى داخل ماسك وسوفليكس ولا سوفليكس وكل حاجه وتتحسب وهدف ما عنديش مشكله لكن احسب على ال 18 فريق صح. مش لفريق واحد او لاثنين او لثلاثه او لاربعه تفتكر الكره الموسم اللي فات بتاعت البنك الاهلي هدف ايمن اشرف والفار واتكلمنا لا ده كتير دي لما اتكررت في مباراه البايرن ميونخ في نهائي في دوري ابطال اوروبا انا اتذكر في الوقت ده ميدو جاب حد حكم اجنبي قال لك لا دي جون في الموسم ده كتير الموسم اللي فات عايز يرضي عايز ياخد جمهور الاهلي صف مثلا يعني كل واحد فينا بياخد لكن اقصد ان يعني اهي الكوره اتلغت ليه ما حدش مثلا اتكلم على ان دي مؤامره على النادي الاهلي وان تم حرمان الاهلي من هدف اتكلمنا ان خطا تحكيمي عادي لكن نفترض ان الكوره دي كانت على النادي الاهلي واتلغت هدف اتلغى مثلا كان للبنك الاهلي واتلغى الدنيا قامت معاك الدنيا هتقوم كره وادي دجله يا كابتن فاكر وادي دجله في الموسم اللي السنه اللي فاتت مع موسيماني السنه اللي فاتت مع موسيماني الاهلي خسر نقطتين بسبب التحكيم برضه انا قصدي ماتش وادي دجله كان فيه هدف لوادي دجله لكن الماتش اعتقد 2-1 وهدف وادي دجله في الاخر والحكم حسب اوفسايد بقانون صعب جدا الكره دي في ماتش اعتقد ليفربول وتشيلسي الاخير كره شبهها اتلغت حتى فان دايك بيطلع قال انا ما اعرفش الكره اتلغت ليه وانا لكن قالوا ان هي دي قانون
وقت النادي الاهلي الكره دي اتعمل عليها، وكان وقتها الاهلي متصدر الدوري فرق 18 او 17 نقطه. ايوه ما هو الناس عمالين يقول لي بعض ما لا يشجع الاهلي بيقول ايه يا عم انتوا كسبتوا، ما انت كسبت كاهلي كسبت يا جماعه، مش مساله ان انا اكسب لكن ده حقي. هو انا بدل ما اكسب اربعه امبارح كنت ممكن اكسب خمسه او سته، يعني لو كان الطرد حصل كان ممكن النتيجه كانت ساعتها ثلاثه، كانت ممكن تبقى اربعه، كانت تبقى خمسه. انا رايح لعبتي بدري. نعم الموسيماني يقدر يلعب بدري، اقدر اعمل حاجات كتير. حاجه ثانيه يا كابتن اسلام، حمدي فتحي في الانذار ده او مش الانذارات الرقميه، انذار زي ده مثلا هي المعايير دي ما فيهاش انذار، خد انذار جه الماتش اللي جاي عمل عمل فاول. ماشي هات ثانيه لو سمحت يا سمير، معلش انا ما شفتهاش اهي. يا نهار ابيض، يعني لو دي انذار الثانيه لازم تبقى انذار. طيب يا جماعه يعني انا بجد مش هتكلم، لا تعليق لا تعليق لا تعليق. حضرتك دي خد عليها حمدي فتحي انذار، الاثنين نفس الفكره، الاثنين على القلم الخلف، نفس الفكره والاثنين على الخط والاثنين قريبين والاثنين كل حاجه، ولكن ماشي انا مش هتكلم بقى، انا كفايه عليا انا كلام كده بجد، عشان انا الكلام اللي بيتقال ده كتير زي ما حضراتكم شايفين، وانا مش هتكلم بقى خالص ولا عايز حد من الجمهور قال يتكلم، لانه يقول لك ايه اصل لا زي ما حضراتكم شايفين بالظبط اللي بيحصل ده. حمدي فتحي خد في الكره دي انذار، ومودي ما خدش انذار، مودي لاعب نادي فاركو ما خدش انذار ليه ما اعرفش. يبقى نسال الكابتن محمد معروف في يوم من الايام لو انا ما زلت بشتغل هذه الشغلانه والكابتن محمد معروف بطل وجبته مره او شفته مره وسالته، هساله السؤال ده، لان السؤال ده نفسي اعرف اجابته. طيب السر الناحيه الهجوميه اللي كانت رائعه امبارح في مباراه الاهلي وفاركو بالنسبه للاهلي، طبعا الاهلي كان متنوع امبارح، الاهلي كان في روتيشن بيحصل في المراكز ما بين اللعيبه هنشوفه لما نقف على الشاشه، كان في مرونه ما بين اللعيبه، بنشوف احمد عبد القادر بيبدل مع قفشه بيشفت معاه في المراكز، بنشوف ميكيسوني بيبدل مع قفشه، قفشه كان عامل جيم هايل امبارح بالحقيقه، من افضل ماتشات قفشه من فتره كبيره امبارح قدام فاركو. الاهلي في 4 2 3 1 بيكون عنده حلول هجوميه قويه جدا، بيكون عندنا اكتر من حل، بيكون عندنا الاطراف، بيكون عندنا العمق، بيكون عندنا محمد شريف اللي بيجد نفسه بشكل هايل جدا في 4 2 3 1، لانه بيجد اهم لاعب بيعرف يربط معاه في العمق هو محمد مجدي قفشه. الاهلي في 4 2 3 1 وتحديدا في الماتشات اللي احنا مش بنعاني فيها دفاعيا وما كناش بنستقبل لعب، الاهلي بيكون جيد جدا في 4 2 3 1. في رقم مميز جدا للاهلي هجوميا استكمالا لكلام احمد، يعني ان وفي خريطه يعني معانا نقدر نستعرضها اللي هي توقيت اهداف النادي الاهلي. الاهلي تقريبا سجل في كل فترات المباراه، احنا كنا استعرضناها مره قبل كده، ولكن المميز فيها في الاهلي بيسجل كتير في اوقات كتيره، وكمان تحديدا دلوقتي اول ربع ساعه دي اكتر فتره النادي الاهلي بيسجل فيها. لا دي خريطه تمريرات قفشه، بيبقى في اول ربع ساعه النادي الاهلي تقريبا سجل 7 اهداف من السبع، اكتر وقت الاهلي سجل فيه اهداف هو اول ربع ساعه هنا. ده تدارك تركيز، وان انت من الاول عايز تحسم مبارياتك في الدوري، ده تدارك لخطا كان الموسم الماضي ان الاهلي بينزل يضيع فرص كتير في ايوه بالظبط، هي دي احصائيه 7 اهداف يا كابتن اسلام في اول ربع ساعه. يليها الربع ساعه الثانيه الاهلي برده من اكتر الفترات اللي بيسجل فيها 5 اهداف، بالتساوي مع الاخر ربع ساعه اللي هي من 75 ل 90. دي برده بتوريك ان في الاخر انت برده تبقى مركز في الاخر. الفتره اللي في النص دي اقل تسجيلا للاهداف، بنتكلم 4 اهداف في الربع الاخير من الشوط الاول، الربع الاولاني من الشوط الثاني يعني معدل ضعيف، سجلنا 2 و4 اهداف برده في الفتره اللي هي منتصف الشوط الثاني. ولكن ان الاهلي سجل بنتكلم 7 و5 يعني حوالي 12 هدف في اول نص ساعه، نعم ده تصحيح لخطا كان بيحصل الموسم الماضي. كمان تركيز مميز جدا في انهاء الهجمات، ان النادي الاهلي لما بيجيب هدف مبكر بيضغط بشكل سريع عشان خاطر يجيب هدف تاني ويقتل المباراه، فدي كلها حاجات ايجابيه في الشكل الهجومي للنادي الاهلي في الدوري، نتمنى ان احنا نستمر عليها، لان في مباريات كتير على نفس شكلت فريق طبعا فرقه مميز، لكن اقصد لما بتتكلم النادي الاهلي مع الفرق اللي هي في منتصف الجدول لازم دايما يبقى هذا الاسلوب عشان ترتاح في بقيه المباراه. عايز تقول ايه؟ الجزئيه الاخيره اللي هي بتاع اخر ربع ساعه ديت، الحقيقه موسيماني اتعادل فيها شكلا وموضوعا آخر الدوري ربع ساعة. اخر ربع ساعه. أوكي. احنا السنه اللي فاتت كنا لينا نهج كده واستراتيجي في الجيم بنتبعه، ان احنا بنلعب لحد الدقيقه 75 ثم بيسحب لاعب من الشق الهجومي، بنلعب بثلاثه في نص الملعب املا ان احنا نامن المباراه على كده وننهي الشكل بالنتيجه دي. في اوقات كتير
يعني تعب كتير الفتره اللي فاتت فكان لازم يعمل كده. اه بالظبط كان كتير ماتش كان بيتخطف مننا زي ما حصل في الاسماعيلي زي ما حصل في طالع الجيش حصل في ماتشات كتير وبنك الاهلي والجونه. موسيماني عدل الفكره دي ان انا حتى لو كسبان واحد او اتنين انا بكمل لاني انا لازم اكمل علشان انا الاهلي فلازم اكسب باكبر نتيجه متاحه واكبر نتيجه ممكنه. فدي تصحيح لاخطاء الموسم اللي فات من باتسو موسيماني لازم نحييه عليها. طيب من تصحيح الاخطاء هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا مع ايمن جلبرتو واحمد الحنفي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب على الجانب الدفاعي بقى يا ايمن امبارح كانت الامور اعتقد افضل شويه من السابق. اكيد يعني النادي الاهلي دفاعيا كل ماتش اكيد بيبقى فيه تطور في ثبات في مستوى محمد عبد المنعم طبعا احد مكاسب الفتره الاخيره. رامي ربيعه دلوقتي في الروتيشن زي ما احنا شايفين في خط الدفاع. رامي ربيعه بيلعب ياسر ابراهيم موجود محمد عبد المنعم ان شاء الله نطمن على بدر بنون في اقرب وقت وكمان ايمن اشرف يرجع لان وجودهم مع بعض اكيد بيبقى اضافه قويه للنادي الاهلي ان كلهم جاهزين زي ما حضرتك كنت بتتكلم قبل ما ندخل. ضغط المباريات صعب جدا طبعا ولكن في ملحوظه بسيطه طبعا على دفاع النادي الاهلي هنتكلم واحنا في الحالات اكتر. لازم الدفاع بتاع النادي الاهلي يبقى اجريسيف شويه في حته الضغط على المنافس عشان ما يديهمش فرصه ان هم يمرروا بشكل سهل ويوصلوا لمناطق الجزاء. دايما لما النادي الاهلي يبقى كسبان مثلا 3-0 في الحاله دي اعتقد الافضل حاجه ان انت تموت شويه الريتم تمسك انت كوره تخلي فرقه فاركو مثلا لو من ماتش امبارح كان فاركو هم اللي يجروا ورا الكوره ما يستلموش الكوره كتير بحيث انت بتحاول تهبطهم لحد ما تمشي الماتش الاطول وقت ان انت 3-0 صح. وبالتالي حماسهم يبتدي يقل فالامور ما ترجعش معاهم بسرعه. يمكن هم الفاركو الهدف الاولاني اللي جابوه بسرعه بعد 3-0 ده خلى في نشاط شويه عندهم ف يعني كان في بيمسكوا الكوره بشكل افضل في بعض فترات المباراه لحد ما الاهلي خلاص جه على الشوط الثاني ويعني مول الامور ولكن يعني كان فيها فرصه واحده نقدر نقول عليها اللي هي التصدى ليها الشناوي ولكن فرصه المباراه وجهه نظري طبعا غيرت نتيجه المباراه 3-1 لو بقت 3-2 الامور هتبقى اصعب واحنا زي ما بنتكلم الاهلي عنده ضغط مباريات فطول ما في فرصه ان انت تدخر مجهود تمسك الكوره وتموت اللعب. انا افتكر في موسم 2008 و2009 مع مستر مانويل جوزيه كان كره فلافيو جلبرتو الشهيره اللي بتخلص ماتشات بعد كده فرقه النادي الاهلي بتمسك الكوره بتموت اللعب اللي هي عارف لعبه ال 31 محدش بيمسك الكوره صح. ليه؟ عشان خلاص ده مفيش وقت انت لازم تدخر مجهودك. كان وقتها كان في اصابات كتير في النادي الاهلي وكان في غيابات فكان موضوع صعب حتى كسكواد بالنسبه للنادي ده نفس الامر دلوقتي احنا طبعا في غيابات ولكن السكواد الى حد ما في البدلاء هم نفس مستوى الاساسيين فدايما افضل حل ان النادي الاهلي اول ما 2-0 3-0 على طول الافضل تموت اللعب بشكل معين عشان خاطر ما تسيبش الفرق الثانيه كره لان كل الفرق في الدوري للامانه عندهم الحته الهجوميه يقدروا ان هم يسجلوا لو جات لهم الفرصه فما تديش لاي حد الفرصه دي. يعني محمد مجدي قفشه مختلف في العمق عن الخط. محمد مجدي قفشه يا كابتن بيجد نفسه في العمق. هو لاعب بيعرف يتحرك بشكل عرضي جيد جدا، لاعب بيعرف يربط الخطوط، لاعب بيعرف ينتشر في الملعب، دايما هتلاقيه بيربط مع الطرف الشمال، بيربط مع الطرف اليمين، رابط في العمق اوقات بيتحول لمهاجم تاني. قوه محمد مجدي قفشه وهتاخد نسبه كبيره قوي من الـ من الـ من اوبشنات كتير ادالك في الملعب في العمق. هتلاقيه دايما باين، بينزل يستلم من خط الوسط ويطلع بالكوره، بيربط مع محمد شريف، اعتقد هو من افضل لعيبه تعرف تربط مع محمد شريف بشكل جيد قوي، بيتعامل معاه بسلاسه وبهدوء. شفنا ثنائيه برضو ايجابيه الماتش اللي فات محمد مجدي قفشه واحمد عبد القادر. احمد عبد القادر لاعب ذكي، شفنا الروتيشن بيحصل بينه وبين محمد مجدي قفشه الماتش اللي فات، سواء هو بيخش كبلاي ميكر وقفشه بيطلع طرف او العكس بسلاسه من غير ما نحس ان في حاجه بتحصل في الملعب. فمحمد مجدي قفشه لاعب قوي، لاعب بيعرف يعني دوت مثلا الهدف الاول محمد شريف فينش عبقري من محمد شريف لفت وسطه وفكرتنا بعماد متعب الجون ده مظبوط فكرنا بعماد متعب شريف متعب كان يعني اللفه بتجيب رواد جون صعب جدا ما شاء الله يعني شريف ده. على ذكر المنظومه الدفاعيه حابب اتكلم عن رامي ربيعه يا كابتن. رامي ربيعه احنا دايما
بنميل ان احنا رامي مختلف عن من فتره قبل كاس العالم شيء وبعد كاس العالم. مظبوط. واحنا حتى الان دايما بنميل النادي الاهلي ان يكون في لاعب في المنظومه الدفاعيه عندنا بيعرف يلعب كوره. اوكي. الموسم اللي قبل اللي فات كان عندنا ايمن اشرف، الموسم اللي فات اتواجد بدر بانون بشكل هايل قوي، كان بيلعب اللونج بول وبيعرف يطلع الفريق بشكل فيه اتقان. رامي ربيعه الحقيقه في الفتره الاخيره بيعمل دي بشكل هايل. اللونج بول بتاع رامي ربيعه توقيت صح. رؤيه عنده دايما حسن تقدير الموقف، بانت في هدف قفشه الجون الثاني بتاع محمد مجدي قفشه ماتش فاركو، توقيت الباص مع الرؤيه بتاعته مش رؤيه مدافع عمرو السليه، مش بتاع عمرو السليه بشكل هاي، مش رؤيه يعني مدافع، حظه وحش. كانت نقطه مهمه قوي في تحولات الاهلي الماتش اللي فات، رامي ربيعه واللونج بيل بتاعه لازم نشتكي بيه. طيب هنطلع فاصل الاخير وبعد كده نرجع من الفاصل، ايمن جلبرتو واحمد الحنفي هيكونوا واقفين مع حضراتكم على الشاشه بقى يشرحوا لنا ايه اللي حصل في مباراه فاركو امبارح، وايضا ايه هي اهم نقاط الضعف والقوه في مباراه المريخ السوداني ان شاء الله يوم السبت القادم بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انا عامل النهارده حاله من الاحتواء لايمن جلبرتو ولاحمد حنفي. النهارده انا عامل لهم احتوينا على قد ما تقدر يا كابتن. احتوينا على قد ما تقدر. انا محتويك اهو. مفيش مشاكل. ساعه كامله. ساعه تويج بقى، وبص اديك يعني كمان ايه تلت ساعه كمان وهي مش هتقدر تتكلم براحتك. منتهى الاحتواء ماشي. اهم حاجه انا بحتوي الناس كلها، مش فرقه واحده. الاحتواء واجب، مش حد واحد، مش الحنفي بس، انا بحتوي الناس كلها. طيب عندنا ايه النهارده في هذا الامر؟ خلينا نبدا مع حضراتكم بارقام النادي الاهلي. هو انت اتكلمت فيها دي يعني. ارقام دي احصائيات الماتش بشكل عام. احصائيات الماتش اتفضل. قدام فاركو طبعا اهداف هنتكلم اربعه الاهلي واحد فاركو. الاخطاء اللي على النادي الاهلي كانت 17 خطا على النادي الاهلي و25 خطا على فاركو. محاولات النجاح على المرمى 5 من 13 محاوله للنادي الاهلي، 4 من 11 محاوله لفاركو. نسبه الاهداف المتوقعه كانت 2.6 للاهلي 1.8 لفاركو. الاستحواذ طبعا كان للنادي الاهلي 53% ل 47. استخلاص الكرة النادي الاهلي استخلص الكرة 88 مره و77 مره بس لفاركو. خساره الكرة 46 مره فاركو خسر الكرة، النادي الاهلي 24 مره فقط. التمريرات الناجحه النادي الاهلي بنسبه 83%، بنتكلم في 347 تمريره صحيحه من 420 فاركو، 81% نسبه تمريراتهم الصحيحه. العرضيات الناجحه النادي الاهلي عمل 4 من 10 فاركو عمل 7 من 12. دي يعني ابرز احصائيات المباراه يعني. ارقام جيده طبعا. كل حاجه، حتى في خريطه للاستحواذ يعني بتبين ان النادي الاهلي ما فقدش الاستحواذ على الكره الا في فتره واحده بس، اللي هي من الفتره بين الدقيقه 15 الدقيقه 30 دي اللي فاركو سجل فيها الهدف، ولكن كان في سيطره تامه من النادي الاهلي على مجريات المباراه يعني. وفي حنفي هجوميا الاهلي ظهر شرس. انا سالتك السؤال ده وريه لنا بقى على الشاشه. فكره ان الاكس جي يا كابتن 2.6 والاهلي سجل اربع اهداف، دي نقطه مهمه جدا لازم جمهور النادي الاهلي ياخد باله منها. الاكس جي ده اللي هو الاهداف المتوقعه اللي المفروض الاهلي يسجلها في المباراه. لما يكون الاكس جي بتاعك 2.6 وبتسجل اربع اهداف يبقى انت عندك كفاءه محترمه في الشكل الهجومي، يبقى انت عملت جيم هجومي ممتاز. خلينا نشوف الاهلي كان بيطلع ازاي بالكوره. الاهلي اعتمد في الخروج بالكوره على اللونج بول. اللونج بول سواء من رامي ربيعه او من عمرو السوليه، يعني لو شفنا الكوره مع رامي ربيعه عنده كان كام اوبشن في نص الملعب ان هو يباصي، يعني هو عنده هنا حمدي فتحي وعمرو السوليه. لعب اللونج بول عشان نضرب دفاع الخط اللي كان معتمد عليه مجدي عبد العاطي، وطبعا انك تلعب قدام بيتس موسيماني دفاع خط فانت بتسلم نفسك لان الراجل ده بيلعب لونج بول متقن جدا جدا، وعنده اتنين لعيبه بيعرفوا يتحركوا بين الخطوط بشكل جيد قوي ورا الاثنين المدافعين سواء محمد شريف او محمد مجدي قفشه، وده اللي حصل بالفعل. لونج بول من رامي ربيعه اللي كان متوالي الامر ده بكفاءه كبيره قوي في ماتش فاركو، راحت الكره لمحمد مجدي قفشه اللي ضم بشكل هايل. محمد مجدي قفشه بلاي ميكر طبعا، من المفروض ان هو بلاي ميكر، يعني دي مش مساحه تحركه، بيتحول لمهاجم تاني وبيفنش الكوره بشكل جيد جدا. نشوف الهدف الثالث برضو. ايوه نفس الفكره. الهدف الثالث الكوره مع عمرو السوليه، طبعا كالمعتاد من عمرو السوليه عبقري في اللونج بول بتاعه، لعب لونج بول طولي في ظهر الدفاع برضو، استلم محمد مجدي قفشه بين خط الوسط وقلب الدفاع، تحرك بين الخطوط من محمد مجدي قفشه. ده مجدي قفشه ولا شريف ده؟ اعتقد ده قفشه. اوكي. لا ده شريف. شريف ده. ده شريف مظبوط. تحرك هايل من محمد شريف بين الخطوط، استلم الكره اللونج بول بتاع عمرو السوليه
ربط بشكل جيد قوي مع طبعا تشوف قفشه قفشه بيتحرك فين، اتحول محمد شريف طرف شمال طرف يمين ودخل قفشه في الصندوق او عبد القادر في الصندوق. كمله الكوره قفشه بيتحرك فين، انا عايزك تركز مع قفشه يا كابتن، طرف اهو طرف شمال هناك اهو، قفشه المفروض بلاي ميكر مشفت مع احمد عبد القادر اللي موجود جنب شريف قدام الصندوق اهوت. كره لوب جول هايل من عمرو سوليا وفوت ورك رائع من محمد شريف، فنش محمد مجدي قفشه اللي تحول لمهاجم تاني في لمح البصر، نفس الفكره في الجون التاني. رامي ربيعه زي ما قلنا واحنا قاعدين هايل في اللونج بول، هايل دايما شايف الملعب، توقيت اللونج بول جيد، عنده رؤيه جيده هنا مثلا، عنده اكتر من اوبشن. الفكره في اللونج بول مش ان هو بيلعب لونج بول وخلاص، الفكره انا عندي كام اوبشن متاح قدامي في اللونج بول وان انا ما العبوش ولعبته وبكفاءه جيده وقدرت ان انا استفيد منه. اتلعبت الكره يعني عنده اوبشن اهوت على الطرف محمد هاني، عنده ميكيسوني برده اهوت، وعنده حمدي فتحي على شماله، ورغم كده اصر ان هو يلعب اللونج بول اللي ملعوب في توقيت وبرؤيه جيده جدا، كنا ممكن نقدر نستفيد. عمرو السولية طبعا كالعاده ضربنا دفاع الخط، طبعا زي ما قلت لك كابتن تلعب دفاع خط مع باتسو موسيماني فانت ربنا يستر عليك يعني، لان الموضوع بيبقى صعب جدا. اتحرك عمرو السولية بشكل جيد، عمرو السولية كان عنده اكتر من اوبشن طبعا، ولكن سدد جدا بالعرض بشكل جيد، توفيق ما كانش معاه في الكوره دي. الاهلي ان هو نجح ان هو يضرب دفاع الخط بتاع فريق فاركو في الهدف الثاني، بانت في الهدف الثالث برضه بانت بشكل جيد. اللونج بول كان سلاح قوي جدا لينا في دفاع الخط، والدليل ان مجدي عبد العاطي الشوط الثاني تنازل عن دفاع الخط وبدا يلعب مان تو مان، لان لقى الموضوع صعب جدا عليه ولقى الموضوع مش هيقدر ان هو يكمل بيلعب ثلاثه يعني في الدفاع وبيلعب بيهم على خط واحد بالظبط، فالامر كان صعب جدا. واعتقد هو طلع في المؤتمر الصحفي وقال ان انا غلطت ان انا لعبت دفاع خط واحد. طبعا قدام باتسو موسيماني صعب قوي تلعب دفاع خط واحد، نتمنى ان كلهم يغلطوا. والموضوع بالظبط الاهلي كان القوات الهجوميه كانت معتمده لسببين، السبب الاول كان سبب تكتيكي ان كان في ربط جيد قوي قوي ما بين شريف وقفشه، شريف ومحمد مجدي قفشه. هنا احمد عبد القادر تحول لبلاي ميكر، نزل ياخد الكرة هو ويطلع الفريق، رغم ان ده المفروض دور قفشه، بس انا عايز اشوف. بص قفشه فين يا كابتن، بص قفشه فين، قفشه من المفترض هو بلاي ميكر بيجي في الطرف اليمين وميكسوني بيخش في العمق في العمق، ومحمد شريف بيتحول لطرف شمال. الروتيشن بيتم في سلاسه في هدوء، الشفتات بتحصل من غير ما تحس بيها، فده خالق مساحات خالق حلول في الشق الهجومي، مخلي الاهلي قادر يلاقي اكتر من اوبشن دايما في الشق الهجومي. احمد عبد القادر طبعا لعب الكره بشكل هايل لمحمد مجدي قفشه، استلمها قفشه. نيجي نشوف برده الحاله الثانيه اللي معانا، نفس الفكره برده بتحصل، ميكيسون استلم طلع محمد هاني. بص قفشه دايما رابط ما بين الطرف ده او الطرف الثاني، هنا تاو بص اتحول تاو لمهاجم، دخل محمد شريف معاه، معلول فتح الملعب فبقى عندك اكتر من حل، معلول هيستلم الكره دي ويشوطها. فكره ان انت دايما بتخش بالاطراف انسايد لجوه، بيحصل روتيشن بسلاسه ما بيحصلش فيه لعبكه، فبتحس ان الامور معاك في اكتر من اوبشن متاح ليك، اكتر من حل في الشق الهجومي. ده السبب التكتيكي اللي كان مخلي الاهلي عنده حلول هجوميه جيده جدا. السبب الفردي بمنتهى الامانه ثنائيه احمد عبد القادر ومحمد مجدي قفشه جيده جدا. احمد عبد القادر بيعرف يشفت مع محمد مجدي قفشه بهدوء من غير ما تحس بيه، في ثانيه لاعب قادر تحول لبيمير لان هو اصلا بيلعبها بشكل جيد، وتلاقي قفشه راح طرف، تلاقي لو في حاله دفاعيه وعبد القادر عايز يدافع اكتر من قفشه، قفشه بيتحول لبلاي ميكر عشان دفاعيا هو مش قوي، وبيروح احمد عبد القادر طرف عشان يدافع مع علي معلول. دي كانت مديانه قوه، احمد عبد القادر عنده الحل الفردي في الواحد على واحد جاي جدا، فما بينزل ياخد الكوره ويطلع بيها بيكون قادر يشوف الملعب، بيكون قادر يتعامل لو قابله حد من الخصم. قفشه بيتحرك بين الخطوط بشكل جيد، فانزل يا عبد القادر هات الكوره وحركني بين الخطوط وانا قادر اشكل خطوره برؤيتي والباص الخطير بتاعي. تعال نشوف يا كابتن برضو، ممكن نشوف هنا حال برضو محمد مجدي قفشه. قفشه في ثواني بيتحول كوره لونج بول، بيتحول قفشه لطرف شمال، ونفس الفكره عبد القادر بيتحول لبلاي ميكر بمنتهى السلاسه. انت هنا قصدك توصف ايه اللي بيحصل داخل الروتيشن اللي بيحصل في الشكل الهجومي، في الهجومي ده بيخلق مساحات كبيره للنادي الاهلي. تمام. طيب اروح لايمن، ايه المشكله اللي لفتت نظرك في هدف اللي دخل في النادي الاهلي؟
يمكن الهدف اللي دخل في النادي الاهلي زي ما كنت بتكلم مع حضرتك واحنا قاعدين، فكره ان عدم الضغط بشكل قوي او اجريسيف على الخصم او المنافس بتاعك دايما بيديله المساحه او الفرصه ان هو يمرر او ان هو يشوت من بعيد، وبالتالي يخلق عليك خطوره في وقت انت مسيطر على المباراه ومستحوذ. يمكن هنا الكره اهي زي ما احنا شايفين بتاعه الهدف الوقفه مظبوطه تيالي، لا باستثناء اللعيب اللي يعني ممكن يعني نتكلم. بص في كام لاعب من النادي الاهلي وسايبين الاثنين بتوع فاركو بيستلموا بشكل مريح جدا، والمساحه نفسها بتاعه لعيب فاركو هو براحته، يعني هو بيلف براحته خالص وبيعدي وماشي خالص. بص المساحه كابتن فاضيه ازاي، بص في كام لاعب من نادي الاهلي محدش بيضغط محدش بيمنعه، هو شاط براحته خالص. المسافه وسرعتها 99 كيلومتر في الساعه قويه جدا. محمد الشناوي حتى لما هنا لما صد الكوره تمركز لاعبي النادي الاهلي لانهم كلهم كانوا واقفين، محدش قدر ان هو يروح على مهاجم فاركو اللي اتحرك بشكل سريع وحط الكوره بكل سهوله. فهي دي مشكله كبيره جدا. ولو نفتكر الجون حتى بتاع سان داونز في الماتش كان ان في 6 لاعيبه من النادي الاهلي متواجدين في يعني في محيط منطقه جزاء النادي الاهلي، ولكن سايبين الاثنين لعيبه بتوع سان داونز يتحركوا براحتهم. هنا نفس النظام، بنتكلم في 2 لعيبه من فاركو امام تقريبا حوالي 5 أو 6 لعيبه من النادي الاهلي، وبشكل سلس جدا بيتحركوا وبيروح يشوط الكوره وبتترد، وكمان في لعيب بيتابعها. فاعتقد دي يعني خطا النادي الاهلي لازم يتداركه في الفترات المقبله. حتى هنشوف نفس اللعبه تقريبا في الشوط الاول، يعني الكره هنا هو برده دي كانت ضربه ركنيه، رجعت كره ثانيه لعيب فاركو استلمها بصاها لزميله. بص المساحه يا كابتن اهو في حوالي كام لاعب من النادي الاهلي موجودين ولكن محدش بيضغط، كلهم واقفين في مكانهم. الراجل رايح بص المساحه قد ايه يا كابتن اسلام، وبيشوط برده براحته خالص من غير ما يبقى فيه عليه اي ضغط من لعيبه الوسط او مدافعي النادي الاهلي. حتى دي بتدي فرصه ان انت لما بتضغط لا بتقدر تكشف التسلل. الكره الثانيه ممكن زي ما ردت كده من الشناوي تروح للاعب المهاجم بتاع فاركو، لان هو اللي جاي بوش لعيبه النادي الاهلي واقفين بظهرهم، فالموضوع صعب جدا. دي برده كوره اخطر هجمات اللي قلنا كره التحول اللي محمد الشناوي انقذها. بص يا كابتن اسلام لاعب من فاركو معاه الكوره، حواليه 3 من لعيبه النادي الاهلي محدش فيهم يعني ضغط عليه بشكل قوي. الاثنين حتى هنا بتوع فاركو عمرو جمال واعتقد ده لا شكري نجيب بيتحرك هنا، فضوا مساحه كامله للاعب بتاعهم الطرف الايسر انطلق ولعب الكوره. هنا طبعا يعني يقظه الشناوي هي اللي انقذت النادي الاهلي من هدف كان ممكن يخلق مشكله. لكن انا هنا بس هنرجع سريعا، هي اللعبه دي عشان بس هي حاجه واحده بس. هنا كابتن اسلام اكتر من لاعب في النادي الاهلي ما ينفعش، دول 3 بس، وهنا في اللعيب الاهلي في 6 لعيبه من النادي الاهلي. فالنهارده المفروض في وفره عديه دفاعيه للنادي الاهلي ان هم بشكل ما لو ضغطوا او لو لعيبه النادي الاهلي تحركت مع عمرو جمال هيخلقوا ان الفرصه دي ما تبقاش فرصه خطره، يعني هيضايقوا عمرو جمال، هيضايقوا اللعيب اللي بيباصي الكوره، مش هتبقى فرصه خطره ومش هيبقى فيه كل المساحه دي. فاعتقد النادي الاهلي دي المشكله الوحيده اللي لازم يتم التعامل معاها، لان هي في افريقيا ممكن تعمل لنا مشاكل لو ما قدرناش نسجل عدد كبير من الاهداف زي ما شفنا يوم ماتش سان داونز. خطا واحد في التمركز تسبب في هدف لسان داونز، في حين ان احنا النادي الاهلي وقتها ما قدرش يستغل الفرص الهجوميه اللي اتيحت ليه، فعملت لنا مشكله كبيره. يعني اخر جزئيه في ماتش فاركو يا كابتن، عارف ان احنا طولنا في ماتش فاركو بس اخر جزئيه محمد مجدي قفشه. انا فاكر لما كنا في الاهلي في المونديال حضرتك وقفت هنا وقلت ان محمد مجدي قفشه في العمق بيختلف تماما عن ما بيلعب على الفلانك على الطرف. احنا معانا خريطه للتمريرات بتاع محمد مجدي قفشه امبارح في ماتش فاركو، تعرف مدى تاثير محمد مجدي قفشه في العمق. بياخد حريه غير عاديه في ربط الخطوط كلها ببعض وبيروح على الطرف بالظبط. الطرف بقى انت بتكتف محمد مجدي قفشه، بتدي له مساحه ضيقه قوي ان هو يتحرك. يلا لو الخريطه جاهزه على سبيل التمرير لما بيلعب في العمق، العمق بيكون مديك اكتر من اوبشن خيار، بيعرف يربط بين كل الخطوط، بيعرف يمرر باكتر من شكل، بيعرف يكون حل للتمرير لاكتر من لاعب. بص قدامنا الخريطه، شوف اتحرك في كم مكان محمد مجدي قفشه. محمد مجدي رابط كل الخطوط ببعضها تماما، ودي كومه قفشه عكس ما تحطه على الفلانكه يتحرك في جزئيه واحده. يبقى انت عايز منه سبرنتات في الواحد على واحد كروسات، لكن اما بيكون بلاي ميكر لا، هيقدر يربط كل الخطوط ببعضها، يعرف يتحرك في مساحه كبيره هتقدر تستفيد برؤيته وببساطته اللي فيها نسبه ريسك كبيره جدا في مساحات كبيره من الملعب. طيب خلينا ننتقل الى مباراه المريخ السوداني
واهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق المريخ. يعني ممكن قبل سريعا برضو نقاط القوه والضعف، بنحب ساعات نقول ارقام لان الارقام ساعات بتبقى ليها دلالات معينه كابتن اسلام. يعني لو استعرضنا ان المريخ السوداني في دور المجموعات هو لعب ماتشين بس، الماتش الثالث ليه مع النادي الاهلي، هو اتعادل في مباراه مع سان داونز بنقول على ملعبه في استاد السلام 0-0، وكسب المباراه الثانيه امام الهلال 2-1. المريخ بشكل عام قبل دور المجموعات هو بنقول لعب 4 مباريات ما بيكسبش خارج ملعبه، فدي برضو بيبقى ليها دلاله ان الفرقه لما بتلعب خارج ملعبها قدام جمهور ممكن الامور عندها بيبقى فيه مشاكل. قدام كان اكسبريس الاوغندي وزناكو الزامبي، سجلوا 6 اهداف واستقبلوا 3، فهم خارج ملعبهم دايما بيستقبلوا اهداف، ودي نقطه ايجابيه ممكن تكون لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. حتى تاريخ المواجهات اللي بين الاهلي والمريخ التاريخ لصالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا، 8 مباريات الاهلي والمريخ لعبوهم مع بعض افريقيا، النادي الاهلي كسب 5 خسر مباراه وحيده، التعادل كان في مباراتين، النادي الاهلي سجل 16 هدف والمريخ سجل 7 اهداف. الاهلي ما خسرش تقريبا من المريخ في القاهره او في مصر اي مباراه، اخر مباراه كانت ما بين الاهلي والمريخ الاهلي قدر يكسب 3-0، كان برضه في مرحله المجموعات. اخر خساره طبعا نتمنى ان ما يبقاش في اي خساره كانت امام المريخ في 2002 في اياب دور 16 كانت 3-1. فبنتكلم التاريخ والارقام وكل الحاجه هي في صالح النادي الاهلي ان شاء الله نستغلها، لان النادي الاهلي محتاج جدا الانتصار في مباراه المريخ السوداني. حان في نقاط القوه والضعف. نقاط القوه والضعف يا كابتن في المريخ، القوه المريخ لعب ماتشين، تعادل مع سان داونز اول ماتش، كسب الهلال تاني ماتش 2-0 اللي سجل الهدفين السماني الصاوي. اوكي، السماني الصاوي هو طرف يمين، ده يعتبر اقوى لاعب في الشكل، اقوى لاعب في الفريق كله. السماني الصاوي دوت اللي معاه الكوره هو لاعب بيلعب في الطرف اليمين، دايما بيسحب نفسه ان هو يخش في العمق علشان يستقبل الكوره الثانيه وعلشان يقوم بدور المهاجم الثاني. هو لاعب بيعرف يشوط بشكل جيد جدا من خارج المنطقه وبيعرف يلعب جوه الصندوق جيد. ده طرف يمين اللي معاه الكوره دلوقتي، ده السماني الصاوي، ده طرف يمين. كمل الهجمه، كمل، طلع هو الاسترايكر في ثانيه، سرق نفسه هو دوت، دخل جوه الصندوق هياخد الكره الثانيه، الكره هتتلعب كروس، اترفعت الكره كروس، ماشي الكره شويه اهو، اتنقل بسرعه، دخل مهاجم ثاني وهياخد الكره الثانيه. سماني الصاوي ده اخطر لاعب في فريق المريخ، لاعب سريع بيتحول بشكل مهم جدا وبشكل سريع من الدفاع للهجوم، لاعب عنده 31 سنه تقريبا، بيعمل لهم شكل 31 سنة؟ 31 سنة بيعمل لهم شكل هجومي. هو اللي مسجل الجونين، هو مسجل الجونين، يعتبر هداف الفريق. ولو اتفرجت على الماتش هو اللي مديهم شكل هجومي، هما بيجمعوا عليه اللعب، بيثقوا فيه جدا، تجميع اللعب كله في الطرف اليمين، هو دايما بيسلم وبيسحب نفسه ويخش مهاجم تاني جوه الصندوق. ده الهدف التاني برضه في ماتش الهلال، نفس الفكرة، بص هو بره، هو يا كابتن هو من المفترض فاتح في المساحة دي، في المساحة اللي هي في الطرف اليمين، سحب نفسه جه على الدايرة عشان ياخد برده الكرة التانية ويشوط بشكل مباشر يسجل الهدف التاني. هو بيتحرك بشكل حلو قوي، استنى الكرة اللي طالعة على الصندوق، فاحنا لازم ناخد بالنا منه. أي كرة تانية لازم يبقى في لاعب مراقب السماني الصاوي، لأن هو لاعب بيشوط بشكل جيد، هيسدد بشكل مباشر هيسجل الهدف التاني لفريق الهلال. دي أهم نقطة قوة لفريق الهلال. لو نيجي نشوف ده طبعا شكل الفريق، هو بيلعب 4-2-3-1، شكل الفريق أهوت 4-2-3-1، بيلعب بشكل طبيعي جدا. لعب ماتش الهلال الشوط الاول كان بيضغط من قدام، الشوط الثاني تراجع لعب ميديم بلوك، كان بيلعب كونتر اتاك لانه كان كسبان فما كانش مضطر ان هو يضغط من قدام. نيجي نشوف دي برده شكل الفريق وهو بيهاجم 4-2-3-1 بشكل واضح جدا. هي الفكره كلها ان السماني الصاوي دوت سعد الدين بيسحب نفسه جوه شويه فيتحول لمهاجم ثاني ويعمل لهم كثافه جوه الصندوق. نيجي نشوف نقاط الضعف يا كابتن. اهم نقطه ضعف موجوده لفريق في فريق المريخ هي المساحه اللي موجوده دايما بين الخطوط. هو فريق سريع بيتحول بسرعه جدا، بس عنده مساحات دايما بين الخطوط، دايما هيكون عندك فرصه انك تستلم ما بين قلب الدفاع وخط الوسط. هو هنا الكره كانت اتلعبت، استلم ورا الثلاثه بتوع قلب الدفاع، هتلاقي الكره دي بتتكرر بشكل كتير قوي وعنده مساحه. بص الكره دي لو نقف عليها دي، بص كره في الطرف، خط الوسط الثلاث، خط الدفاع كله بيضغط على حامل الكوره، والديفندر ساحب نفسه جنب الطرف هناك هو تريح له هو، وهنا سايبين رقم 28 ده فاضي تماما مع المساحه مع كل حاجه يقدر يعمل فيها. في مباراه سان داونز كان عندهم نفس الفكرة، الاخطاء ويمكن سان داونز اللي ما استغلوش المساحات، بس عندهم مساحات، عندهم بين الخطوط مساحات، هنا طبعا فرصه هدف مؤكد وده ما حصلش. تاني نقطه ضعف موجوده بخيت عادل، رغم ان بخيت عادل دوت نقطه قوه، هو قوي جدا هجوميا وبيشكل خطوره هجوميه، الطرف الباك الشمال
ولكن وراه مساحات دايما، بطيء قوي في ارتداده، ما بيطلع يعمل دور هجومي بيتاخر في ارتداده. هو ده يا كابتن اللي عليه العلامه دوت، هو ده الكره اتلعبت، هو ما يعني الكره دي هتوصل ان هي تروح وتشكل خطوره، هو لسه ما رجعش، هو اتاخر اصلا على الاثنين اللي راجعين يغطوا وراه اللي هم قدامه دول اللي هو ورا ده. نكمل الكوره، نكمل هجمه، هو لسه ما رجعش، هو لسه ورا، هو دوت الكوره اهي زي ما هي، هو لسه ما رجعش، هو بطيء جدا. الحاله دي متكرره كتير، ماتش سان داونز، ماتش الهلال، بيطلع يعمل دور هجومي يتاخر ان هو ما يعملش، يتاخر في الارتداد فيحصل مساحه نقدر نستغلها. الهدف بتاع الهلال نفس الفكره، هدف الهلال اتاخر في الارتداد، الكره اتلعبت بسرعه من 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 كورنر، الحارس لعب لونج بول طويل في المساحه بتاعته وسجلوا منها هدف. عشان كده التحركات الهجوميه للنادي الاهلي في المباريات اللي هي في الدوري زي المقصه، زي فاركو في المباراه مثلا كده، زي سموحه الافريقيه، دي المباريات الافريقيه المريخ هو في نفس مستوى، لازم نقول هو في نفس مستوى الانديه دي، لانه فريق طبعا فريق صاحب تاريخ وفريق موجود في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، ولكن هم عندهم مشاكل دفاعيه واضحه جدا، واحنا السنه اللي فاتت شفناهم دفاعيا كان فريق متواضع جدا. نقدر نستغل السنه دي مختلفين الحقيقه، وجهه نظري ان هم هم افضل، لان هم يعني هم المريخ هم افضل طبعا. هو الفارق معاهم دلوقتي ان هم قاعدين معسكر هنا طويل جدا، طبعا طبعا. ما انا بقول لك هو ده الفارق، كمان الملعب افضل، اعتقد الملعب افضل طبعا، ورتمهم اسرع بكتير من السنه اللي فاتت. لا ما يميز، انا شايف ان هم الفتره دي افضل بكتير من الفترات اللي فاتت، والنادي الاهلي الفتره دي افضل كمان يا كابتن اسلام طبعا السنه اللي فاتت. فعشان كده نقدر نقول لا، ان النادي الاهلي ان شاء الله مباراه المريخ لازم ياخدها، ان هي انطلاقه ليه في دور المجموعات، لان في ثلاث هنتكلم في المريخ، مباراتين هنا في مصر، وكمان مباراه الهلال، دول تسع نقاط، ما يعني ما فهمش هزار بالنسبه للنادي الاهلي، عشان خاطر الامور تبقى سهله، مش عايزين نخش في الحسابات المعقده يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا يا ايمن، وبشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد، انا بشكركم شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله احنا النهارده اخر يوم في الاسبوع، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم ان شاء الله. ان شاء الله تكون انطلاقه جيده لنادي الاهلي يوم السبت امام المريخ. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاحد وحلقه جديده من البيت الكبير.